الله تعالى الخير والنجاح لجميع المراهقين، لجميع التلاميذ، لجميع الطلبة اللي هما مقبلين على امتحانات وتيكون عندهم واحد تحدي، تحدي النجاح. فتحدي النجاح أكيد هو جزء من سعادة الإنسان، ولما كنتكلموا على السعادة اللي تيقلبوا عليها بزاف ديال الناس فتيمشيوا في هذا الطريق ديال السعادة، لكن ربما كتكون أحيانا ديك الخطة خطة غير واثقة أو لا خطة اللي هي ماشي صحيحة. فمن ضمن أهم أسس السعادة هو أنه الشخص يكون عنده واحد نوع من الاستقلالية. الاستقلالية شي حاجة أساسية جدا جدا باش ممكن أنكم توصلوا النجاح. بناء الاستقلالية في الأذهان، بناء الاستقلالية عند الشباب، عند المراهقين، عند الأمهات، عند الآباء، عند كل إنسان، شي حاجة اللي هي كتخليه أنه يكون سعيد. كاينين بعض الناس اللي من كثرة أنهم تقارنوا نفسهم بالآخرين أو لبغوا يكونوا بحال الآخرين تضيعوا السعادة ديالهم، لكن لما تيمشي في واحد المنحة وتيآمن على أنه إنسان مستقل على الآخرين وخص يكون عنده واحد الفكر مستقل ويكون عنده تكون عنده مشاعر مستقلة ويكون عنده واحد العطاء مستقل، يكون عنده واحد الحياة اللي تيرسمها لنفسه تكون مستقلة على الآخرين، أنا داك غيبدأ يستطعم وغيحس بالسعادة. لأن السعادة ماشي هي أنه تكون بحالك بحال الناس الآخرين. بزاف الناس واضعين واحد الأهداف رسموها ربما، ولكن ماشي غير حيت بغي تسعدهم هاد الأهداف، بغى يكون عنده دار بحال الآخر، بغى يكون عنده مستوى ومنصب بحال الشخص الآخر، بغى يكون عنده واحد العلاقة وبغات يكون عنده واحد العلاقة زوجية بحالها بحال بنت عمتها وبحالها بحال أختها وبحالها، يعني واحد نوع من المطابقة، واحد النوع من تشبيه في حياتك، بتشبيه لحياتك بالآخرين، هذا تيخليك أنك ما عمرك ما كتركز على ذاتك وما كتركزش على مشاعرك وما كتركزش على الحلاوة ديال استطعام النعم اللي عندك، أو لربما خلق واحد الأهداف، لكن أهداف اللي كتوالمك أنت. كل واحد تيلبس لواتي وكل واحد تيلبس على قدو، كيف ما أنه الوزن ديال فلان ما كيشبهكش، كيف ما الوزن أو لا اللون ديال الآخر حتى هو كيختلف عليك، هو تيلبس لون وانت كتلبس لون، هو كيلبس قياس وانت قياس، هو كيلبس اللبس اللي تيبان له أنه تيريح وانت كتلبس كذلك اللبس اللي كيريحك. فكذلك في جميع أمور خص لازم أن الإنسان يصنع عنده واحد نوع من الاستقلالية، وهذا الموضوع هذا هو اللي تيخلق إشكالات كبيرة في تربية المراهقين، تربية الأطفال. ربما إلا ما علمتهمش أنهم يكونوا مستقلين فغتلقاو تلقاو دائما أنه واحد المراهق يقول لك أنا ماما ولا بابا شري لي موتور بحال فلان، أنا بغيت نلبس لزيسبا بحال فلان، أنا بغيت نكون بحال فلان. هذه النوعية من تفكير والاستجابة، استجابة بين قوسين الغير الذكية، ما بغيتش نقول الغبية ولكن غير الذكية للآباء اللي تيكونوا عندهم استجابة في كل حاجة تطمحوا لها هاد المراهقين أو أطفال لأنهم بغاو يكونوا بحال الأشخاص الآخرين، هذه في حد ذاتها تتكون واحد الحاجة اللي ما كتخليش أننا كنربيو شباب عندهم الاستقلال وعندهم اللي كيكون عنده الاستقلالية والاستقلال وتقدر يفكر فيما يصلح له هو، ماشي فيما يصلح دائما الآخر وماشي من أجل الآخر باش يقلدو ويكون بحاله غادي يعملو باش يكون هو زهور عنده قيمة. إذن لما كتمشيو في هاد الطريق هادي وفي هاد المنحة كنوا على يقين أنكم كتزيدوا طعموا هاد المشكل هذا عند وليداتكم، في حين طبيعة الحال راه هو هاد المشكل ديال عدم الاستقلالية راه كاين عند الآباء، كاين عند بزاف الناس، كاين في أسر وكين في بيئات وكين في علاقات اللي هي تربوا فيها ناس اللي دايما تيشوفوا الناس اشنو عملوا تيعملوا بحالهم، ما تيشوفوش شنو هو الأصلح، ما تيشوفوش شنو هي المرجعية، واش هاد الشيء بعدا في ديننا مقبول أو لا ما مقبولش، واش شي حاجة اللي حلال ولا حرام، واش شي حاجة اللي مكروها ولا مندوبة، واش شي حاجة اللي هي فوقتها أو لا ماشي فوقتها. ربما شرى واحد السيارة اللي هي تتبان لك زوينة وعجباتك ومخيرة واحد لاماق ما نعرف شنو، وحتى انت عجباتك هذيك الطوموبيل اللي راه شرى او لهذا، وبقيتي كتسعى لانك حتى انت تدير بحالها، في حين انه انت بالنسبة لك ماشي اولوية.
بالنسبة لك ماشي أولوية مادية، ماشي أولوية اقتصادية، ماشي أولوية حتى نفسية. بمعنى هو بالنسبة له حقق واحد الحياة، واحد المشاعر اللي يحس بيها بالراحة، عنده استقرار مثلا عاطفي في علاقته الزوجية، عنده واحد الاستقرار إلى حد ما مادي عنده. ولكن انت إلا كنتي من النوعية اللي ما كتفكرش إلا في أنه اللي عند الناس راه هو سبب سعادتهم فقط، فكتقدر تكون أنك غلط، لانه ماشي بالضروره انه داك الشيء اللي عندك الناس اللي بان لك انت هو سبب السعاده. انت شفتيه فرحان وناشط وسايق ديك الطوموبيل مثلا، او لا عنده شي حويجه انت هو فرحان، شفتيه ديك اللحظه فرحان، ولكن واش هذاك هو سبب الفرح ديالو؟ لا، خص يكون واحد العمق في التفكير، خص يكون واحد النظره اللي هي تكون نظره ثاقبه. يقدر هو سبب السعاده ديالو هو ديك العلاقه مثلا الزوجيه اللي سعى على انه يطعمها ويتهلا في مراته ويكون ويتهلا في الاسره ديالو، وتيحاول يتهلا في راسه حتى هو بالصحه، يعني بممارسه الرياضه، في الصحه ديالو الروحيه، في التواصل مع الله تعالى، في الخير اللي كيعمل امور كثيره. فما تبقوش دائما انكم تمشيو في هاد الدنيا وفي هاد الحياه. كنشوفوا الشباب دابا للاسف كاين اللي سيضيع، علاش؟ لانهم تيقلدوا واحد المؤثرين اللي ما ربما ما كملوش الدراسه ديالهم، ما مشوش في واحد المنحه اللي هو تينفع المجتمع، غاديين غير في المنحه ديال النفع، مؤثرين اجتماعيين اللي هما غاديين غير في المنحه ديال النفع. فوليداتكم والمراهقين والشباب وبزاف الناس ربما حتى الراشدين حتى هما كيبداو تيقول لك اه وشوف الاخرين شنو داروا شنو داروا، غادي نمشي ندير بحالهم. ربما حتى هو كيصنع واحد المحتوى اللي ما عنده حتى شي فائده، او لا اللي كيخالف القيم وكيخالف المبادئ وتيخالف بزاف ديال المعتقدات ديالنا المجتمعيه او الدينيه، وسيعطي لنفسه الحق باش انه يقلد واحد اخر ويدير بحاله، لانه حتى هو ربح يعني، وكانت واحد الربح مادي من طرف هذاك الشخص. فردوا البال، مساله الاستقلاليه كتصنع السعاده. ربما انت تاكل واحد الاكله وتحس بنفسك بانك فرحان بها خير من انك يعني فرحان وراضي بها وحمد الله تعالى عليها، وفرحان على انه قدر كان عندك واحد الرزق اللي كسبتيه من عرق الجبين ديالك وجبتيه وقديتي به وجلستي انت والعائله وكليتي ولا مع نفسك واستمتعتي به ورضيتي بدك الماكله وكنتي يعني فرحان بها وقلتي الحمد لله ربي سخرها لي. ربما تكون حسن من واحد الاكله اللي غتبان لك فعلا تاركه اللي راه تياكلها واحد الشخص، او اللي تخيلتيها انت في الدهن ديالك. وربما تقدر تكون انت مقلق وانت كتاكلها، تقدر انت تكون عندك لا قدر الله مشكل معين وانت كتاكلها وما غتحسش بالطعم نفسه ديال الراحه وديال الطمانينه وديال السعاده وديال الرضا. فاذا دائما حاولوا انكم تبحثوا على السعاده من خلال الاستقلاليه. النبي صلى الله عليه وسلم لما توصينا اننا ما نكونوش امعه، لا تكونوا امعه، إن أحسن الناس أحسنتم وإن أساءوا أسأتم. تيقول النبي صلى الله عليه وسلم ما تكونوش دوك الناس اللي تيقولوا هذا ما وجدنا عليه آباءنا، كيف ما داروا والدينا غنديروا، كيف ما داروا والدينا في الأمور اللي هي مزيانة، في الأخلاق الحسنة، في شي حويجات اللي هي فيها نفع لينا الوطن ديالنا، فيها مزيان مرحبا وبكل يعني سعادة خصنا نعتمدوها. كيكون الانسان اللي ولف انه يشوف والديه تيديروا شي حاجه تجي عنده سهله. لكن باش انك في اي موضوع، في اي موضوع، موضوع تقلد فيه الناس اللي هما كبار، او الناس اللي هما تيعيشوا في المحيط ديالك، او جيرانك اللي كونهم فقط هما تيعملوه، هذا خطا. دائما حنا النظره اللي خصها تكون نظره تمحيصيه، واحد النظره اللي كتغربل اجي واش هاد الشيء اللي تيديروا دوك الناس جيراني ولا صحابي ولا عائلتي ولا اللي كنعرفهم في الخدمه او كذا، واش هو صالح ولا ما صالحش؟ صالح مرحبا قلدهم، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، دير بحالهم، خذ نموذج مزيان، تاخذوا نماذج حسنه في شي حويجات وتعملوها، ولكن فكروا في نفس الوقت تناسب ديال داك الفعل ديالهم مع الحاله ديالك باش ما يكونش عندك خلل. وهذا بطبيعة الحال يحتاج نوع من التفكير العميق، وبالاستشارة مع أهل التخصص. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وبرنامجنا رأى أكيد مفتوح لكل أنواع الاستشارات.
فإذا قلت أنه الاستقلالية كتخلق عندكم السعادة لما كتآمن ولما كتعلم المراهقين أنهم عندهم مميزات. هذا علاش خصكم تشكروا وليداتكم، خصكم تكون عندكم واحد الثناء عليهم، بمعنى كتقول له دايما أنه فيك هذه الميزة وفيك هذه الميزة وفيك هذه الميزة. ما تكونوش أنتم مع المراهقين دايما ومع وليداتكم غير كتنقص منه أو لا كتنتقده، علاش ما كديرش هذه، علاش ما كتفعلش هذه، علاش لا. شوف أنه كيعمل شي حويجات وقول له تبارك الله عليك انت كدير هادي وكدير انا داك، تيحس بالقيمه ديالو وتيحس بالدور ديالو، تيحس بانه مستقل على الاخرين، وماشي خصو يكون بحال الاخرين باش يحظى اما باعجابك انت او لا باش يكون عنده قيمه. حيت لما كيشوفوكم تتقولوا لهم دائما ايوا شفتي فلان شنو دار، ايوا شفتي فلان كيفاش تيقرا، ايوا شفتي فلان شنو عنده، كيفاش كيتعامل، كيفاش كي، تيحس بانه ماشي من حقه الاستقلاليه، وتحس بانه خصو باش يكون عنده قيمه، خصو دائما يكون بحال الاخر. ومن هنا كتبدا الرحله ديالاش، الرحله ديال انه تيقلد الاخرين، وممكن غيمشي يقلد ناس اخرين اللي هما تعطيو السعاده، ولكن للاسف تقدر تكون فيها انحرافات. فحاولوا تخليوا وليداتكم عندهم واحد الاستقلاليه من خلال الشكر ديالكم لهم على اشياء اللي كتبان لكم بسيطه ولكن مزيانه. يقدر يكون مثلا ولدك هادئ، ما كيدير شيء بزاف ديال المشاكل، ما تيدير شيء صداع. هذا الهدوء ربما راه صفه اللي هي مزيانه وخصك تشكروا عليها، وكتزيد توسع من دائره الصفات حتى كيولي هو تيحس بانه راه عنده قيمه عندك، وتيبدا تعمل اشياء اللي هي ايجابيه. صلى الله تعالى عليكم كل خير وكل توفيق.